السلام عليكم، أنا اسمي أمين حمود، عمري 16 سنة، حابب أشارك معكم قصتي الصغيرة. أنا مثل كل لاجئ، أجيت على لبنان بالأحداث، بس أنا أجيت بدون أم وبدون أب، يتيم الأم والأب، وعايش مع جدي وستي. وأول مرة عرفت شو يعني سند وأهل هو لما دخلت لجنة مسلمين أفريقيا على حياتي. حياتي تغيرت، صار إلي سند، صار في إلي عيلة كبيرة، صار في مني دعمني لحتى أحقق أحلامي. عرفت شو يعني تحقيق الأحلام. حسيت حالي إنه وقت اللي يجوا بيصوروني بيصوروا الأولاد والخيام، حسيت حالي ميال لهيدي المهنة، وحسيت حالي إنه أنا كمان بحب صور، بحب صور وضع رفقاتي يلي هن وضعهم مثل وضعي، حتى اقدر ساعدهم وصل صوتهم وصورتهم لكل العالم مثل ما انا بوصل صوتي لكل العالم. قدروا يساعدوني ويدعموني، جابوا لي كاميرا وهلا صرت عم بصور وعم طور مهاراتي فيها. سجلت بالمدرسه، صرت ادرس واتعلم مدرسه امان. ان شاء الله مثل ما انا تساعدت يتساعد كثير اولاد. ان شاء الله اكون انا الي بصمه واثر بقلوبكم مثل ما انتو لكم بصمة واثار بقلبي. انتو رجعتوا فيني الحياة.